طب قول لي مراتك اكيله زيك ولا ولا الدموع؟ ايه ولا الدموع. مراتي انا وهي لما بنقعد جنب بعض بيبقى زي برطمان وعلبه كبريت اهي، يعني يعني لا لا خالص خالص، ملهاش في الاكل خالص. مراتي رفيعه جدا، مراتي 54 كيلو يعني 55 كيلو، ما بتاكلش اصلا. بتشم يعني انا باكل وهي تشمه، يعني ما يعني لا ملهاش خالص، رغم ان حماتي طباخه فظيعه فظيعه. فازاي هم وهي واختها الحقيقه ما لهمش في الاكل، ازاي هم قدروا يقاوموا ده؟ وباباهم الله يرحمه برضو كان رفيع قوي، معرفش. انا عارف ان انا لما اتجوزتها تخنت 15 كيلو عزومات، مامتها وعيلتهم عزومات، يعني بيعملوا اكل حلو، هم ناس صعايده وبيعملوا اكل حلو، اكل اكل يعني. يعني فاللي هو انت ازاي كده؟ هي ذكيه. هي تقول لك انا اموت في الرز فما اكلوش، انا اموت في الرز اكل لي حله يعني. هو فهو هي بتعرف تمسك نفسها، وانا لا انا سايب على راحتي، لا ملهاش في الاكل خالص خالص.